من هو الصحابي الذي قتله الجن؟ هو الصحابي الجليل أبو ثابت، ويقال اسمه أبو قيس سعد بن عبادة بن عبد الله بن الخزرج، وهو رجل من الأنصار من سكان المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، واسم أمه عمرة بنت سعد من بني النجار. كان سيد قبيلة الخزرج، وشارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وقال بعض أهل العلم إنه لم يحضرها، وكان سيدا في الأنصار مهيبا، وكان كثير الكرم والإنفاق، وكان إذا قيل سعد الأوس يكون المقصود سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان إذا قيل سعد الخزرج فيكون سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو المقصود، وهو الصحابي الذي قتله الجن. قد توفى الله تعالى الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه في سنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته رضي الله عنه أنه وجد ميتا في مكان كان يغتسل فيه، وكان هذا المكان في الشام في غوطة بدمشق، وهناك كان قبره رضي الله عنه. ويروي ابن سيرين في سبب موته أن الجن قتلته بسهم أصاب قلبه وهو قائم يبول. وروى بعض أهل العلم قصة قتل الجن للصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه في كثير من المراجع ككتب التاريخ والسير، ولكن أهل العلم المتخصصين في علم الحديث لما أرادوا التحقق من صحتها وجدوها لا تصح على ما لها من شهرة واسعة. وقد قال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب معلقا على هذه الرواية للطريقة التي توفي فيها سيدنا سعد بن عبادة ولم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله قد اخضر جسده، وذكر أحد العلماء أنه لم يجد لقصة مقتل سعد بن عبادة رضي الله عنه إسنادا صحيحا كما في الأحاديث والأخبار الموثوقة، فقد أخرجه ابن عساكر عن ابن سيرين مرسلا. وقد قال فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني في صحة رواية قتل سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه: ولكني لم أجد له إسنادا صحيحا على طريقة المحدثين.